السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عمرو، والد المريض محمد، وعمره 22 سنة. ابني محمد من حوالي 3 أسابيع تعرض لحادث سقوط على الأرض أثناء نزول الدرج، أدى لتور شديد بالكاحل والساق اليمنى مع عدم قدرته على الوقوف والمشي. على طول تم إسعافه لمستشفى البحرين التخصصي قسم جراحة العظام والكسور، عيادة الدكتور أكرم الحسني، اختصاص جراحة العظام والمفاصل في المشفى. قام الدكتور أكرم على طول إجراء الصور الشعاعية اللازمة، فتبين وجود عدة كسور بأسفل الساق وحول الكاحل. وبنفس اليوم الدكتور الله يجزيه الخير حضر المواد والشرائح المعدنية الخاصة، وتم تحضير محمد للعملية. أجري العمل الجراحي الحمد لله باليوم الثاني صباحا، حيث تم تثبيت واستجدال الكسر بالصفيحة والبراغي. قمنا بمراجعة العيادة الدكتور خلال 3 أسابيع الماضية، طمننا الحمد لله على حالة الساق والجرح، والحمد لله يعني تم فك القطب والغرز الجلدية دون وجود أي عقابيل أو اختلاطات.